صباح الخير، رجعنا لكم بفقرة الحرف اليدوي. اليوم فرح نواس رح تعمل لنا شيء كثير حلو رح يرجعنا للطفولة، وهو المعجون. صباح الخير فرح. يعني أول مرة بكون مقهورة إني رح أقرأ سوشيال ميديا مش رح ألعب بالمعجون. هات يا عيني عليكي عشان خلص ازيكم بلتحي وانتوا العبوا. اوكي، اذا انا كمان برجع بصبح عليكم كمان مره، وزي ما حكت دانا رح نكون مع فروحة الحلوه المتالقه دائما عشان تعملي لنا معجون صحي للاطفال. اهم شيء صحي. صحي هلا كنت عم تقولي لي، بقول لك ايش يعني صحي، فايش المكونات اللي هلا الفكره فيه اليوم انه هو صحي، يعني لو غلط الطفل مثلا اكل منه شوي هو ابدا ما بيضر. ما في اي مواد كيماويه، وكلها مواد احنا بنستعملها بالاكل وما لها مده صلاحيه انها تنتهي. أوكي. إلا في حال إنه مثلا إذا نشف المعجون أو خرب هون بتنتهي فعاليته، بس أما إنه يكون إشي مضر لصحة الطفل لا. أوكي، طب قولي لنا المكونات المقادير. تمام، زي ما إحنا شايفينها. أوكي، هلا الإشي اللي رح أستعمله طحين، ورح أستعمل ملح. أوكي، وألوان الطعام اللي هي بنستعملها للكيك إحنا والكوكيز والأشياء الصحية. أوكي. هلا في إشي رح أستعمله كمان هو اختياري، بس أنا بفضل إنه نستعمله. ليش؟ لأنه عنا بيطول من عمر المعجون. يعني ما بينشف. شو هو؟ هو كريمة اسمها كريمة التتار. هاي الكريمة موجودة. تتار ولا التارتار؟ لا، التتار. تتار. أوكي. أوكي. هلا إيش فكرتها هاي الكريمة؟ أنها زي ما حكينا بتطول من عمر المعجون. وين ممكن نشتريها؟ من السوبر ماركت الكبير، من جهة اللي بيكون فيها الكريم كراميل والجيلي والأشياء تجهيزات الكيك، فهو بيكون موجود. اختياري زي ما حكينا، لكن بفضل إن نستعمله. أوكي. حلو، يلا نبلش. هلأ إننا نبلش. هلأ إيش الفكرة؟ إنه بدنا نستعمل كوباية. هاي الكوباية بدنا نستعملها لكل إشي، يعني نستعملها للطحين، بدنا نستعملها للمي، نفس الحجم يكون. أوكي، يعني هذا هو المقدار. هذا هو المقدار، الحجم اللي أنت بدك إياه بنستعمله. هلأ حلو. أول شيء بدي أحط كوباية مي، وبدي أحط ملعقة ملح واحدة. أوكي، شكلك لك على الطبخ فرح. بصراحة كثير بحب الطبخ. وبدي أحط من الكريمة هاي اللي حكينا عنها هيك بطريقة عشوائية، بدي أرش منها شوي شوي. شوي صغيرة مش كثير، بس زي ما حكينا هي فكرتها إنه بيطول عمر المعجون أكثر. تمام تمام. وبدي أستعمل الألوان، بدي استعمل اللون الاصفر مثلا. طبعا كل ما زدنا كميه الصبغه كل ما كان اللون اغمق او حدته اكثر بتكون. هلا انت هون رح تستعملي لون واحد. لون واحد بدي استعمل. لكل شيء لون واحد بالضبط. هلا بس بدي البس. والطحين هلا رح استعمل بنفس الكاسه، بس رح استعمل كاستين، يعني كاسه المي بدها كاستين طحين. اوكي، عرفتي؟ حلو. تمام، نلبس الجلافز، لانه انا لما عملت التجربه بالبيت عملته من دون جلافز، والله لا يورجيكم. ايش صار؟ حنا احمر، وكنت مجربتها على لون احمر. بس هلا هيو عادي. لا هلا عادي بعد شو؟ بعد ما تعمليه وتحطيه بالثلاجه شوي. ما بتحسي انه اوكي حلو. اوكي، طب اسمع، ايش كنا نعمل احنا بالمعجون؟ نسيت. نعمل اشكال. طب ايش بقدر اعمل؟ ايش كنت اعمل؟ وجه. وجه هذا اعمل لكم وجه. حبات الفواكه اكثر شيء. انا ابدا مش حلو كان الوجه. ايش اعمل؟ بس كثير بدي احكي لك فرح، ملمسه حلو. بالضبط، قوامه كثير حلو وطري، تقدري تاكليه وما بيلزق. لا ما وصلت هالمرحله. لا هو عن جد هو انه حلو. بالضبط، انه انت بتكوني مطمنه على ابنك لو مش دام عيونك. طب لازم نوزعه على الروضه. ايش صحي؟ هي زي ما شفنا بنفس الكاسة. رح أحط اثنين طحين. هلأ أنا كنت على صفحتي فرح هاند ميد، حطيت صور ألوان الطعام، وحطيت سؤال إنه إيش تتوقعوا ممكن أعمل فيه؟ عرفوا؟ فطبعاً كتير كان في أجوبة، إشي حلو، إشي ضحكت عليه، وإشي عن جد بس إيش كان رائعين فيه؟ الأجوبة رائعة. شو الأجوبة؟ صدقاً الأغلب حذر إنه رح أعمل معجون للأطفال. الأجوبة كانت يعني نفسي أربح الكل بصراحة. شو الجائزة؟ هلا الجائزة اللي أعلنت عنها إنها هي رح تكون إكليل الورد، إكليل للشعر مع السوار اللي عملته مرة. شو حلو. كتير حبيته. نفسي أربحكم كلكم، بس الجائزة لأول شخص حذر، وهي عائشة الجفال. فعائشة الجفال أنت أول وحدة حذرتي.
بالمسابقة وانت اللي ربحتي، فتواصلي معي الصفحة علشان تستلمي هديتك. طب اسمعي، إذا بدي أعمل فراشة إيش لازم أعمل؟ فراشة صعبة الفراشة شوي. أنا عم بعمل لكم هون. طب ميس عندها كل الألوان، بدي أرسم صورة دانا. هلا أنت عارفة شغلة؟ هلا عم تعملي أصفر أنت فراشة؟ عم بعمل أصفر زي ما حكينا إنه كل ما زدنا اللون بيعطيك اللون أغمق. بس طبعا أكبر غلط إنك تحط تحكي أنا بدي أعمله أبيض وبعدين أحط اللون عليه، لا مش حيزبط بصراحة، حيطلع معاكي اللون مش صافي. ما يسألش عم تعملي شكل مفاجأة، ممنوع أروح أشوف. عبد الله لو سمح بعطيك معجونة. طبعا عشان تزيد القوام ممكن إنك تزيد طحين. هلا ممكن علشان تسهلي على الاطفال اللعب ممكن تستعملي الاشكال اللي بيعملوا فيها الكوكيز. اوكي، القوالب اللي بتكون هي اشكال ورده مثلا، دبدوب، شجره. حلو هاي الاشكال. والله شاطره طبعا. ولا كانت الاولى بالروضه. بالروضه بس عجل. بعد هيك بطلت. قال زي مثلا عم نحكي مره كنا على الروضه واقساط الروضه انه للاسف مرتفعه قليلا. يا جماعه قلت لكم قال انا ادفع هذا القسط عشان يروح يلعب بالمعجون. عن جد بجيب له اياه على البيت. عن جد رجعنا لايام الطفوله، وانا بحب الطفل اللي بيلعب بالمعجون يعني اصلا خيال. بتعرفي قد ايه بيفرغ من الطاقه؟ بالضبط كثير، خصوصا انه هلا الاطفال حتى كلهم حتى عند الكبار. الاطفال كلهم هلا على الايباد و أو على التلفزيون، فحلو إنه يعمل إشي. فشوف هيك صارت عنا في واحدة هون أنا عجنتها من قبل، أغلبك مايس أخذها. أدي رح نحطه بالثلاجة؟ هلأ بالثلاجة بدنا نحطه ساعة لحتى يجمد معنا. يي خلطتهم هدول بالغلط. مش مشكلة، ما بدي أخذهم أصلاً. هون أنا هاي مجهزتها يعني هيك بيطلع قوامها بعد ما تكون بالثلاجة قوامها. متذكرين كان الأصعب أو أزنخ شعور لما تدخل الألوان في بعض تبطل كل معجونة بلونها، بصير لونها خلص إشي واحد، بتبطل شكلي فيها. فشوف هيك صار عندنا قوامها بعد ما نعجنها ونحطها بالثلاجة. هلأ الإشي حلو المهم الأصفر. حلو الأصفر ضابط يعني الإشي المهم هون عندنا طريقة الحفظ. كيف؟ إنه لما بدنا نحفظها بدنا نجيب من الأكياس النايلون هاي ونحط المعجونة فيها. هون أنت بتضمني إنه هي تعيش فترة طويلة وإنها ما تنشف لأنه ما بدخلها هواء. يعني بس يخلصوا لعاب نحطهم بالضبط، إنه نحطها بأكياس ونغلي في الكيس بطريقة هاي. وممكن إذا حسيت إذا مثلاً كنت بغرفة الغرفة هاي فيها درجة الحرارة شوب مثلاً إنك ترجعيها على الثلاجة علشان بلاش إنها تسيح. أوكي. زي ما حكينا هو صحي وآمن 100% للأطفال، وممكن إنه أنت يلعبوا فيه أولادك وهم مش عندك، فأنت بتكوني مطمنة إنه لو أكلوا أو لو صار إشي هو إشي صحي. ممكن إنك تخصصي لهم مثلاً علب بمثلاً بالتبرويرات اللي عندك بالمطبخ، أو مثلاً أشكال أنت بتحبي حط الأطفال. ممكن فرح ما بيوسخ زي المعجون العادي صح؟ ما بيوسخ، فكمان الأم بتنبسط تكون مبسوطة إنه إشي ما بيوسخ وما بيطبع وما بيطبع. هذا إشي كتير أهم. بالضبط. إنه كيف مبدعة. دقيقة لحظة شوي استنوا أنا مش شايفة ما بقدر. طولوا بالكم، تعالي اللي على الكرين لو سمحت. رؤية كيف هي ركاب كيف رؤية هاي رؤية وهاي الأبوستري اللي هون اسمها أبوستروفي أس زي ما بنسميها، تعرف الأبوستروفي أس؟ درستها هاي درستها بالحضانة الأبوستروفي أس. اوكي إذا هاي رؤية، وي لاف رؤية. نعم أكيد طبعا. بدنا حلقة ثانية نلعب بالمعجون. خلص الحلقة الجاي إلك عشان تلعبي بالمعجون، وهلا رح أعطيك إياه عشان تلعبي فيه. أوكي فرحة حبيبتي، يسلموا إيديك، شكرا كثير إلك. دائما أنا معجبة بالأفكار اللي بتقدمي لنا إياها، يسلموا هالإيدين الحلوين ويعطيك العافية. الأسبوع الجاي نرجع نشوفك أكيد. شكرا لك، أهلا وسهلا. شكرا فرح.